سورة يوسف وسورة الذي يتبنى تفيد القرآن الكريم تأه آيات ديادو وابغل طبان يقو سورة يوسف مقعسى الله مقعدري بلا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وأرنكي ليري نبيكي ليري يأدتك أو أكثر وناكسن ابن يوسف ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم مشي جيني رسال تعلم عاد إلا العربي بشي جيني ما عرب أبتر كذا ها خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا فكي فهمه لو قاس الله قوم قادر سورة وحي سورة دكتيبة اللي جيني سنة عامل حزن قال لي ده وأبو طالب والنبي قال لي كو الدفاع الشريء والانتي خديجة ندمت عامل حزن قال لي ده والنبي قال أدوى البهار سنة يسود دكتي بركة صالة أبا الله سينا يا حزني نبي الله يعقوب فرعي يوحي ويل في سكة قبصة دي وحاوي يا نبي قال لقو قلبي أتكي سينا إسكو مر بين سورة السود دكتها لي يهود باقولة المسركين تاو حيكو يرهني أما يهودي بابا النبي قوي منو حي ليه كيف بنو إسرائيل محي مصر سيدي مصر وطاقين سيدي سشام وطاقين محي مصر جاي بل وحي مصر جاي نوغا قصو ويل في اللومي يوسف هانا بل نوغا قصو آياتنا مركا كسور دقيسة سورة دان أو كاملة يعني بكسور دقيسة مركا سورة دان نبي قو حيوة هاي تعزية سنة الأمور والبهار تبدنا بيها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را سيدان أول بديه كفيد الله معنى هذا الله بأرض لكن قرآن هان وقرآن وأجري بألقيه لي إسلام كان وحو كتسين إعجاز القرآن بكتسين أيها وقرآن كي وحروف تنا تقالنا كسميسا بالله ما هذا إساقه كلي تلك تاقيمها بدن اللي هو وحيون دونه آيات الكتاب كتابك آياته سوى كتابك المبين عدا وحو كتابك عدين أيها معنى هي واضحة واللفز كيسوا واضح أحكام في الشرع وحبارتين هو عدم وهو البوع عدين أيها المبين دي يعني اسم فاعل من أبانا كاهر المبين كيو عدين أيون وهو المبين بالنفس نفسي سكيو عداي واضحة وانقل الله على هين لا عوج له تلك آيات الكتاب كتابك آياته سوى المبين وعدا وهنا عدين إنا أن نقبوه إلى الله سبحانه وتعالى أنزلناه وأنت جنين قرآنا قرآن عربيا وعربيا لعلكم تعقلون السياد فهمتان قل هذا النبي قال لجوك قرآن لقدي أني كنت أدقوه قرآنا توحوية صفة وحالة حالة موطئة اللي هو جامد وحالة من نقطة جوجل ديك بيتاد بالعربي انت سيد جوجل ديكو تاي مركا قرآن عربي هو لقدي أني وتفهمتان سياد أنردهن لقدي يجب ما يسينو فهمنا يهودي هذه اللغوين كلا فارسي يقولون كلا لدسود دجيه برمرسيه هيري لهين وحالي رواب اللغة دي نيه لفت هذه أو فصيح وقلق الله على هين إنا لو أنزلنا هو سود دجينا قرآن قرآن عربيا وعربيا لعلكم تعقلون السياد فهمتان أفكان أف صومالي قال لي ده أدبو عربي قلوه يا هاي يعني أفضك كلامر كانت لقي ستو هلياني قموا ياني ويرقر وقروا ويانو ووحان أدبو فهم كان إنه اللي يرقوا بي لكن في الصومالية في عرب هو شيء سيدين ولا فهم ترى بدك على دراسة بان كل سمعنا في الصومالية وحال قياس بقول كي بكونتن لا بقول كي بنحدا من أصل عربي في الصومالية بريبا واختقر قري قول أدوري كلمات في الصومالية بقول كي بكونتن بان سيدي أما بقول كي بنحدا وحوي وعربي أصل فيه إلا الحياة تنا دجنينه وحلا جي يابا سهل العارم فيه يمجنين فيني حتى نصو قحيب بصورة جلية عربي تسوق جلية مركا سوالي بدن بعربي ادب افكن هو نفسي هي كنت مركي لو انا فصاحه بدن هي نحن ان نقص كاغا قسون عليك دشادة احسن القصص قصوي مدوغونا سما قصين ومثل اختصاص شيكين اما قصي مدوغ في عن بما وحينا بسبب وحينا ما دي مستريه وي وحيغا ان كو وحيوني سببتي سان كو قسون اليك حقاغا هذا القران قران كان كو وحيوني او حينا مفعول كيدي وان والحال إن كنت إن حال يشانه كنت وحاله من قبله من قبل الوحي وحي كهر لمن الغافلين كوا هل ما سنق سدن لفتين نبي غافل ما هين متنبه بوها نشيده البرارك سنو وحو البفاهم بجيس حادي هين لكن قصدا مون أبي أو قصاني قصدا هو يكذب الله يتمركا وحيد أهلي يا رسول الله يبقى القرآن كإن بدن بانا غينين ولا هذا نوقصه
مركز سالي نحن نقص عليك أحسن الغصب واتنتك مركز سيره نوشاكين وحالي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقصعب آية ذا سالي ذلك القرآن كشيكة كونها سنوام لقى ما عجز القرآن وحلو قادي وأدو عجز المكا كتاب القرآن الصوقة دوضبط قصته دون كوباتين نشاد باكوك هرددي ذلك وحلو ويكابايا هذا سيت على بعض مركزنا جيش بعد رفينا دقيقة لبجد سيد الكتب التصور الجلا وتسين معن سوي كرهان عدد معني سير في تيرنك مركزات كمعني سيقان ما بدك دشيان بالي لو يوفر سنة قران كمعني سيوفر سنة تدبر والله ربع تدبر الله هو لي هاي نحن أنا قال نقص كذا قصانا إن عليك الدشادة أحسن القصص استين مد قوانا سن بسبب ما شيء سبب بسبب أو حينا وحي جيجة درتي إليك أن كو وحي هذا القرآن وإن كنت إنه حالي الشاني كنت وهذا من قبله من قبل الوحي وحي كهرلا من الغافلين كوها الماسن قصة لا بيقول نشيد بوها غافل ما هين إذ قال يوسف واتن قصة مر إذ وقت بركة كشاكة قال يوسف يوسف كوري لأبيه أبيه يا أبتي أبو إني أنا رأيت وحاركي أحد عشرة كوبية طبعا كوكبا واحد دقار إيا والشمس قرح دي والقمر الضيحة رأيته موانا في ساجدين اللي إنا يسجدين يا نسيبين وحولي هاي وعجيب وي النبي الله النبي الله يعقوب إلى البنبورة إلى النبي يتمنوا البنبورة مركا الله يسكبها هاي كسو قال يوسف يا بن يامين بايسكبها مركا النبي الله يعقوب إلى يوسف آدو تعالى دي وحبا وحي وحبا شري آدو تعالى مركا النبي الله يوسف باهو حكور ريونيا كوية طبعا حدقات يقول راح يضيع سجودي وحين نقن دونان كوي يتبون ويله ولاليه يا أبي هو يدي يين نقن دونان مر كان نبي الله يعقوب نهدى وقرنين إذ وقت بي قصاد واحد قال يوسف ويري لأبيه أبيه كوي يا أبتي أبو إن أبن رأيت وحانك أحد عشر كوكبا كوي يتبن حد قوت يو الشمس قل رعدي والقمر الضيحة رأيت وموانر كي ساجدين اللي يبوي سجودي قال وحور يا أبني يروي أبي لا تخصص هوجش كين في ياك الرجال على إخوتك ولا لها وفيك يدوا يكون نكران لك هذا كيد نكرد وخيانك ودبران معي لأن الشيطان شيطانك للإنسان يدك عدو عدو مبين شيطان بفقد ريون شيطان بيجي لنا والله سبحانه وتعالى على محمد.